يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. خلونا بقى في الفقره دي نتكلم شويه عن كره القدم العالميه، وكمان نتكلم عن ابرز مستجدات الدوريات الاوروبيه المختلفه من خلال ضيفنا العزيز اللي بينورنا دايما في 10 الصبح في الاهلي، الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي. يا صباح الفل وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وحضرتك طيبه يا استاذ هاوند، رمضان كريم. الله وبنبارك للنادي الاهلي على التتويج الاخير بكاس مصر ومزيد من البطولات ان شاء الله الفتره اللي جايه يا رب. كل سنة وانت طيب كمان بمناسبة رمضان طبعا. وخلينا كده ندخل على طول على الدوري الانجليزي، لان انت بتتكلم دلوقتي برضو لسه في تذبذب، يعني في دلوقتي فرق برضو بتطلع وبتصعد وبتعمل ماتشات حلوة جدا، ولسه التوب 3 مستواهم يمكن الافضل بس يعني مستقر الى حد ما. خلينا نبدأ بيهم. طبعا كانت البدايه من امبارح مباراه ارسنال برينتفورد، يعني لحد الدقيقه 87 وجول كاي هافرتس رجع ارسنال تاني للمنافسه بعد كان ممكن يحصل دروب كبير لارسنال، لكن قدر ان هو يكسب ويتفوقوا في النتيجه، وفي نفس الوقت في الصداره دلوقتي مؤقتا لحد مباراه ليفربول النهارده مع مانشستر سيتي. طبعا ده هيبقى ماتش تقطيع، ده اكيد مباراه بست نقط النهارده، اللي هيكسب هيبقى في الصداره، بجانب النهارده برضو يعني فوز ليفربول هيبقى الفارق ما بينه وبين السيتي 4 نقط، بجانب انه برضو هيفوز من ناحيه معنويه هيبعد شويه السيتي عن البطوله. الفرقتين الموسم الحالي يعتبر يعني بيقدموا كوره جميله من الناحيه الهجوميه، صحيح في شويه يعني بعض التحفظ الناحيه الدفاعيه والاسلوب الدفاعي برضو لسه من ناحيه ليفربول يعني استقبال اهداف شويه عن مانشستر سيتي، لكن مباراه متكافئه. ليفربول عنده غيابات لكن يكفي ان هو بيلعب على ملعبه، ونقطه مهمه جدا ليفربول الموسم ده على ملعبه بيكون قوه على الفرق المنافسه. محمد صلاح وضعه ايه مع ليفربول الفتره دي؟ يعني شفنا رجوعه في مباراه سبارتا براغ التشيكي في الدوري الاوروبي ونزوله في اخر ربع ساعه، يعني الوضع من الناحيه الطبيه فهو الجهاز الطبي يعني اوصى ان هو بيشارك بدقائق معينه، لكن النهارده بالتاكيد هو كلوب هيدفع بالاسلحه بتاعته، ما عندوش خيار تاني، خصوصا ان صلاح الفتره الاخيره كان الجهاز الطبي بيتعامل معاه بحذر شديد، والفتره اللي جايه مش مستحمله ان ليفربول يتعرض لاي نكسات تانيه من ناحيه الاصابات. اكيد صلاح رجوعه هيكون مهم جدا، خصوصا الخيارات الهجوميه في ليفربول كانت الفتره الاخيره كان قليله، سواء كنا بنتكلم على ديوجو شوتا كان اصابه او داروين نونيز بجانب صلاح، لكن صلاح من المتوقع ان هو هيشارك اساسي النهارده. طيب عايز اروح معاك برضو فكره هنا استمرار استون فيلا والمنافسه خلاص كمان اقتربت على يعني نهايه الدوري، انت برضو استون فيلا بتشوف ادائهم ازاي؟ هل انت شايف ان ممكن يكون في اختلاف هذا الموسم الى حد ما في النتائج، ولا برضو هم بيظهروا في بعض الماتشات وبعد كده الرانكينج بيفضل زي ما هو؟ يعني استون فيلا السياسه استون فيلا من ناحيه التعاقدات في المواسم الاخيره كانت تدل ان هم هيدخلوا في منافسه ما بين الاربعه الكبار في الدوري الانجليزي، وهو التوقع ظهر فعلا على ارض الواقع وشفنا فعلا ده حصل، مع تراجع انديه كبيره زي تشيلسي او مانشستر يونايتد، بجانب توتنهام مش هنقول ان هو من الفرق اللي دايما بتنافس لكن يكفي ان هي بتنافس على الاربعه الكبار، فوجود توتنهام بيروح ويجي الحقيقه صحيح، يعني وخصوصا يعني بقت الحكايه الى حد بعيد محصوره الى حد كبير بين ارسنال ومانشستر سيتي وليفربول. صحيح دخول استون فيلا اللعبه مع الكبار وان هو يظهر في الموسم ده كان شيء متوقع، صفقات مع مدرب كبير مخضرم زي اوناي امري، واحنا شفنا اوناي امري درب فرق كبيره وحقق بطولات كبيره، ممكن حتى يكون الظروف شويه الناحيه السياسه شويه متشابهه ما بين تجربته مع إشبيلية وتجربته مع استون فيلا، فالتجربه لحد الان ناجحه. مباراه ومع توتنهام برضو شبيهه شويه مباراه ليفربول ومانشستر سيتي، لان الفرقتين بينافسوا على المركز الرابع، مباراه برضو هتكون ب6 نقط، لكن متوقع ان استون فيلا هتكون ليهم الغلبه، خصوصا ان الموسم ده نتائجهم قدام الكبار سواء كان قدام مانشستر سيتي او ارسنال الموسم ده، فواضح ان هم هيكونوا ليهم يعني توقع كبير ان هم هيكونوا من الاربعه الكبار الموسم ده.
طيب لو هنروح لجيرونا تحديدا، انا عايزه اروح لجيرونا شويه، هل جيرونا بتتوقع ان هو ممكن يرجع مره تانية للمنافسه؟ في تذبذب برضو. جيرونا يعني هو طبعا الفارق دلوقتي 4 نقاط لحد مباراه النهارده ريال وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني. جيرونا يعني داخل البطولة الموسم ده من دون أي ضغوطات زي لو اتكلمنا على برشلونة أو ريال مدريد بالتحديد، لكن يكفي إن هم لما يكونوا في الفرق المرشحة للصعود لدوري أبطال أوروبا فدي نقطة مهمة جدا ليهم وهتتحسب لهم من ناحية تاريخية. دخولهم في المنافسة ممكن ما يكونش ده الهدف المتوقع ليهم او الخطه او الاستراتيجي اللي هم حطوه في بدايه الموسم، لكن كان نقطه شيء يعني شيء كان متوقع ان احنا نشوف فريق ممكن يكون مفاجئ في الدوري الاسباني يدخل. لو احنا شفنا تراجع برشلونه مع تذبذب اتلتيكو مدريد مع وجود انديه ثانيه برضو بتحاول ان هي تدخل في المنافسه، لكن يبقى ان ريال مدريد هيكون ليه التفوق على الانديه الاخرى. الدوري الاسباني بنفس حلاوته زمان ولا حاسه بتغير شويه؟ او يعني الجماليات اللي فيه قل شويه عن مواسم سابقه؟ يعني احنا دلوقتي وصلنا ايه للدور مثلا 28 تقريبا؟ صحيح صح كده، وفي ماتشات كمان النهارده في الدوري الاسباني. صحيح، هو الدوري الاسباني طبعا لما كنا بنشوف على طول ان ريال مدريد وجود لعيبه زي رونالدو مع على راس لعيبه قائمه ريال مدريد، وجود ليونيل ميسي على راس قائمه برشلونه، لكن الوضع تغير الان في ما بين ريال مدريد وبرشلونه لاسباب كثيره، لكن احنا بنشوف ريال مدريد يبقى ان هو بيحاول ان هو يستقطب ابرز نجوم العالم، وكان اخرهم طبعا جود بيلينغهام، والصيف اللي جاي الصراع على كيليان امبابي. برشلونه بيحاول ان هو يعيد نفسه لكن الوضع مش مستقر لحد الان، وفي نفس الوقت برضو بنشوف الدوري الانجليزي مع القوه الماليه الشرائيه لانديه الدوري الانجليزي، يعني احنا لو اتكلمنا على الدوري الانجليزي يعني مش القوه الشرائيه مش متوقفه بس عند الكبار سواء كان مانشستر سيتي او ليفربول او تشيلسي او مانشستر يونايتد او ارسنال، لكن وجود انديه ثانيه عندهم قوه ماليه، احنا بنتكلم عن وجود زي استون فيلا، وجود نادي زي برايتون حتى، او وجود انديه ثانيه عندهم قوه ماليه والقوه الشرائيه ان هم يقدروا يدخلوا ويجيبوا افضل لعيبه او افضل مواهب، وبالتالي دلوقتي المعادله ما بقتش متساويه او متكافئه. ولا تقدر تقول برضو ان القدره الشرائيه او القوه الشرائيه هي العامل الاهم، يعني عندنا نماذج كتير في دوريات مختلفه ولا سيما في الدوري الفرنسي مثلا. يعني انت ممكن تبقى مدجج بكل اللعيبه اللي اسمائها اتقل من بعض لكن في اخر محصله نهائيه تجربه فاشله جدا. يعني الدوري الفرنسي لو احنا بنتكلم هو يعتبر ما فيش فيه منافسه، يعني ما فيش غير النادي باريس سان جيرمان وهو في منافس نفسه في الدوري الفرنسي، لكن لما نشوف باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا بنلاقي ان هو اصلا ما تعودش ان هو يدخل في منافسه ضد الكبار، وده بنشوفه في دوري ابطال اوروبا ان هو حاول ان هو يعني يتوج بالبطوله لكن كانت النتيجه لا شيء. وجود ريال مدريد مثلا ان هو فريق متعود على الالقاب، فريق متعود ان هو في اسوا ظروفه حتى بياخد الالقاب، وهم ده طبع عند ريال مدريد ودي شخصيه نادي ريال مدريد. برشلونه زي ما ذكرنا ممكن يبقى متاخر في الدوري لكن يشارك في دوري الابطال يولع الدنيا كالمعتاد. صحيح، يعني ريال مدريد من موسمين يعني في نهائي ليفربول كان الكل كان في نهائي ليفربول في وقتها كان في باريس، كان الكل متوقع ان ليفربول هياخد دوري ابطال اوروبا النسخه دي، لكن باريس سان جيرمان بشخصيه سوري اسف ريال مدريد بشخصيته قدروا هم ياخدوا اللقب بهدف فينيسيوس، فبالتالي ان ريال مدريد بشخصيه ريال مدريد وتاريخ ريال مدريد تفرق بكتير جدا عن اي نادي تاني من لو احنا ذكرنا ودخلنا في مقارنه مع الدوريات الاخرى سواء كان مثلا الدوري الفرنسي مع طبعا وجود الدوري الالماني الموسم ده الوضع الخريطه اتغيرت شويه بدخول باير ليفركوزن مع نفس ليفركوزن يعني متالق جدا عن صحيح. البايرن على فكره ده حلو لان فكره ان البايرن يبقى مهيمن دايما يعني ده بيفقد اصلا الدوري الالماني المتعه يعني خلاص يعني ما انا كل سنه عارفه مين اللي هيفوز. يعني دورتموند حاول الموسم اللي فات لكن المحاوله استمرت للجوله الاخيره وفشلوا. السنه دي باير ليفركوزن فارق ب7 نقط معاهم مباراه لسه النهارده مع فولفسبورج، لو كسبوه يبقى فارق 10 نقط، وباير ليفركوزن الفريق الوحيد اللي هو ما خسرش ولا اي مباراه سواء دوري الماني او حتى في مشاركته الاوروبيه في الدوري الاوروبي مع مدرب شاب زي تشابي الونسو والكلام كتير عليه الموسم اللي فات. برضه بعيد شويه يعني برغم ان هم عاملين شغل في الفتره الاخيره، وطبعا انت عارف كتير من المصريين ابتدوا يركزوا اكتر
مع فرانكفورت عشان عمر مرموش بطبيعه الحال. صحيح، فرانكفورت بطبيعه فرانكفورت يعني هو مش في الفريق من الفرق اللي هي المرشحه، لكن يبقى ان هم عاوزين يكونوا في الفرق اللي هي مشاركه من الناحيه الاوروبيه، سواء كان دوري ابطال اوروبا او الدوري الاوروبي او دوري المؤتمر. لكن من ناحيه عمر مرموش بالتحديد فهو بيقدم موسم رائع جدا جدا من اللعيبه المحترفه في مصر لو احنا دخلناه في مقارنه سواء مع محمد صلاح او مع مصطفى محمد وتريزيجيه. طيب انا عايز اروح معاك شويه بقى، مش فنيات للدوريات المختلفه على قد ما عايزين نتكلم على برضو محصلات الدوريات المختلفه. يعني بتشوف ايه اكتر دوري، مش اكتر دوري قوه او مشاهده، بس ايه اكتر دوري من وجهه نظرك محصلاته اعلى من ناحيه ان انت في تطوير في اللعيبه، من ناحيه ان انت بتعمل دعايه اكبر، من ناحيه ان انت ليك شعبيه بقت اكتر. كل موسم بيبقى فيه اختلاف اكيد، يعني بيبقى فيه متابعه اكبر. مكاسب اكتر منتخب انت بتشوفه مين، عفوا اكتر دوري انت بتشوفه مين؟ لو بالترتيب يعني دوري الانجليزي ودوري هو مهيمن بقاله فتره الحقيقه. الدوري الانجليزي يعتبر ان هو مش مستقطب لعيبه افضل لعيبه بس، هو مستقطب كمان مواهب. يعني لما نيجي نشوف مثلا ليفربول ومانشستر سيتي وارسنال، نشوف ان اللي عندهم مواهب يعني نجوم ومواهب رغم ان هم صغار السن. يعني لو بنتكلم على بوكايو ساكا في ارسنال، بنتكلم على فيل فودن في مانشستر سيتي، بنتكلم على داروين نونيز، ورغم ان هو صحيح بيضيع بعض الاهداف مع ليفربول لكن هو يبقى دلوقتي الهداف الاساسي واللاعب الاساسي في منتخب بلاده في منتخب اوروغواي وبديل سواريز. فبنشوف دلوقتي ان دلوقتي الدوري الانجليزي مهيمن على ان هو مستقطب ناحيه النجوم واللعيبه الشباب. رايي ان الدوري البديل ليه او الدوري المنافس ليه من ناحيه المواهب هو الدوري الالماني، يعتبر من الدوريات اللي انا بحبها جدا والدوريات اللي عندها نجوم صاعده في الفتره المقبله. صحيح ان بايرن ميونخ يعتبر مهيمن على افضل اللعيبه، لكن بنشوف الباير ليفركوزن الموسم الحالي فهو عنده لعيبه كتير جدا شباب وهيكون عليهم الصراع كبير في الصيف اللي جاي او في المواسم اللي جايه. فالدوري الالماني بعتبره من الدوريات المهمه جدا من ناحيه ظهور اللعيبه الشباب. تعال بقى نروح شويه لايطاليا، ومش هكلمك عن الدوري الايطالي قد ما عايز اكلمك عن كره القدم الايطاليه بشكل عام. وانت سيدي العارفين كان زمان كرة القدم الإيطالية يعني مش محتاجين نتكلم عنها، لغاية كأس العالم وبعدين الكيرف ابتدى ينزل. طبعا هم كانوا الأول عن الإنجليزي كمان طبعا. لا وبعدين كمان كان يعني نوعية اللعيبة وبعدين النجوم كما وكيفا كانوا مختلفين جدا عن صحيح. اللي حاصل دلوقتي حاصل ليه؟ اسباب كتيره. يعني دلوقتي الكوره دلوقتي بقى اهم حاجه من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه التجاريه. وجود انديه زي ميلان ويوفنتوس وانتر وروما ونابولي، فصحيح هم عندهم يعني تاريخ من ناحيه الكوره، لكن من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه التجاريه فهم ما يقدروش يدخلوا في منافسه مع دوري انجليزي يعتبر اللي هو من الناحيه التسويقيه فهو والتجاريه رقم واحد. عندهم من اللعيبه الحريفه ما يكفي، انت عارف في دوريات بعينها نتيجه ان دي طبيعه الدوله نفسها زي البرازيل كده، وكرة القدم بتاعت الشوارع ولعب الحواري والكلام ده بيطلع لعيبه محترفين جدا. الدوري يعني الايطالي كان عندهم حتى مشكله، حتى ده قال على مستوى الدوري البرازيلي كمان او على مستوى كرة القدم البرازيلي. الدوري الايطالي كان عندهم مشكله حوالي اخر حوالي 10 سنين من الناحيه الضرايب، ان هم حطوا رسوم كبيره او ضرايب كبيره على اللعيبه. كان برازيل ولا ايطاليا؟ على ايطاليا. اوكي. فبناء عليه كان ان كتير لعيبه من الدوري الايطالي فكروا ان هم يمشوا، وشفنا فعلا ان خروج نجوم كبيره من الدوري الايطالي لدوريات اوروبيه ثانيه سواء كان دوري الانجليزي او دوريات الاخرى. على سبيل المثال انا ما اتذكر ان كان تياجو سيلفا لما كان مع اي سي ميلان، وكان تياجو سيلفا من اللعيبه يعني المهمه جدا في اي سي ميلان، لما جاله عرض من باريس سان جيرمان قرر ان هو يروح لباريس سان جيرمان من علشان خاطر كان رسوم العقد بتاعه في الضرايب كان كبير، بجانب ان من الناحيه الماديه ومن ناحيه العقد كان افضل في باريس سان جيرمان عن اي سي ميلان. ده كان مثال بسيط يعني، لكن لما نيجي نشوف ان الدوري الايطالي عموما فهو الانديه عموما بتحاول ان هي ترجع نفسها، لكن انتر ميلان في وضع مستقر كبير جدا، خصوصا ان هو تاهل لنهائي دوري ابطال اوروبا وكان ممكن ياخد البطوله، لكن الموسم ده حقق نتائج قويه جدا جدا سواء من ناحيه الدوري الايطالي او من ناحيه دوري ابطال اوروبا، وفوزوا 10 مباريات متتاليه في الدوري الايطالي وفارق كبير عن يوفنتوس الملاحق ليه. اي سي ميلان الوضع مش مستقر ليه الموسم الحالي مع بيولي والمدرب اللي ممكن يمشي. يوفنتوس بيحاول بعد تعثرات ونكسات كبيره جدا من الناحيه الاداريه وبيحاول ان هو يرجع نفسه تاني. نابولي
طبعا يعني حقق دوري ايطالي وخلاص، يقعد 30 سنه بقى ممكن تاني ولا حاجه. فالدوري الايطالي يعني يعتبر الموسم الحالي هو انتر هو المتسيد كل شيء، وشايفين ان انزاجي عامل فريق محترم وكبير جدا بسياسه يعني ماروتا اللي المدير الرياضي عامل تجربته مع يوفنتوس هو بيحاول يعملها تاني مع انتر، وهو استقطاب لعيبه بالمجان ويحاول ان هو يعملهم من نجوم ويرجعهم من اول وجديد ويبتدي يبيع علشان يبتدي يحقق مكاسب تجاريه. ايه الفايده برضو يعني؟ ما انت في الاخر زي ما كنا بنتكلم المنتخب مش واضح فيه ده، يعني يمكن الانديه بيحصل فيها تطوير، كان فتره او من فتره من عده سنوات كان اي سي ميلان هو المهيمن بشكل كبير جدا، ومش هننسى وقت توتي مالديني باولو مالديني، وتيجي بعد كده شويه كان في برضو ابس اند داونز لاي سي ميلان، بعد كده انتر ميلان هيمن لفتره طويله، بس برضو كل الكلام ده لحضرتك بتقوله مع الصفقات اللي بالذكاء شويه ما بتكلفش كبيره كتير يعني مبالغ كبيره ما بينعكسش على المنتخب. لا، منتخب ايطاليا مش موجود فعلا، يعني مش مثلا بينافس وما بيتوفقش، لا هو مش موجود، كيرف عمال ينزل وده غريب رغم ان الانديه مستواها بيتطور. معادله صعبه غريبه يعني ايطاليا، يعني احنا يعني كان في معادله فعلا، في معادله غريبه ان هو كان بطل يورو في نسخه انجلترا وكسب البطوله، وبعدها شفنا ان هو ما قدرش ان هو يوصل كاس العالم، بجانب برضو ان مانشيني برضو لما جاله العرض من الاتحاد السعودي انه يدرب المنتخب السعودي بمبلغ كبير ففضل العرض طبعا ان هو يدرب المنتخب السعودي. هل هو شبهنا المنتخب الايطالي؟ يعني احنا عندنا الانديه لعبها كويس، تطوير كويس، بطولات كتيره، بس تيجي للمنتخب مش الافضل يمكن في الفترات اللي فاتت، يعني ممكن عدم استقرار ممكن بعض الشيء من الناحيه الفنيه، بجانب ده اثر برضو على الفريق الاول، بجانب برضو نقطه ان احنا مش شايفين يعني مواهب كبير مواهب طالعه في المنتخب الايطالي في الفتره اللي جايه، على عكس مثلا لو احنا ذكرنا مثلا المنتخب الالماني او الانجليزي او الاسباني محتفظين بثقلهم محتفظين برضو، مجرد طبعا المنتخب الفرنسي عندهم مواهب وفئات سنيه ومراحل سنيه طالعين وهيفيدوا المنتخب الاول، وبالتالي احنا لما نيجي نشوف المنتخب الايطالي مش شايفين التجربه بتاعتهم لسه لغايه دلوقتي، تجربه غامضه مبهمه. صحيح. عموما احنا انبسطنا بوجودك معانا النهارده، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخلي حضرتك، ويوم جميل ان شاء الله على حضراتكم وعلى جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جدا. هنروح فاصل سريع ونرجع عشان نكمل مع حضراتكم واخر فقره حواريه معانا، خليكم معانا.